بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فشكر الله إمامنا أسمعنا كلام ربنا من هذه السورة الكريمة كما هو شأن القرآن كله، سورة القيامة. وما أدراكم ما القيامة؟ جاء ذكرها في القرآن مكرراً منوعاً بأدلة وبراهين وموعظة وحقائق، خبر يقين يربط الدنيا بالآخرة، يربط الحال بالمصير، يربط السبب بالنتيجة. فيكون موعظة للناس حتى يصلحوا حالهم فيصلحوا مآلهم. وقبل أن نشرع في هذه السورة بحسب ما يتيسر مع الوقت، أقول تنبهوا، انتبهوا، لاحظوا مثلا في سياق هذه السورة كيف قال الله جل شأنه، وهذه السورة كلها في تأكيد وقوع يوم القيامة، تأكيد قدرة الله جل شأنه على أن يبعث الناس كنفس واحدة ثم يحاسبهم. هذه القضية التي كذب بها قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤتوا كتابا، ليسوا بأهل كتاب، فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا من ربهم فكذبوا، جاءهم بالحقائق بالأدلة بالبراهين، جاءهم بالصدق بالأمانة، لكنهم أبوا. هؤلاء الذين تنكبوا الطريق وأعرضوا أبوا إلا الكفران. ولاحظ في القرآن حينما يذكر الله جل شأنه ويؤكد وقوع يوم القيامة بأساليب متنوعة، أنه في كل موطن، في كل موطن تبرز فوائد مما يكشفه الله من طبيعة الإنسان وحاله، وكيف ينقل هذا الإنسان المكذب من حاله المكذبة إلى الواقع المحتوم. مثلا في هذه السورة حينما قال الله جل شأنه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، حتى في مطلع هذه السورة بالقسم بيوم القيامة والقسم بالنفس اللوامة، أي نفس؟ النفس المكلفة، نفس الإنسان. وهذا أيضا ينبئ عن أنه حتى الكافر نفسه تلومه. والنفس اللوامة لها معاني، يعني يدخل تحت هذا الوصف معاني أو آثار من لوم النفس من ذلك. أما عند المؤمن فهي تلومه على أنه فرط، لم يزدد، فيتزود ويحسن من حاله. وأما الكافر فبقايا الفطرة التي لم تنطمس، عندما لم تنطمس فطرهم تناديه، يلوم نفسه. ولاحظ في سياق هذه السورة حينما قال الله جل شأنه أخبر عن أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني حتى هذا الكافر حتى لو ألقى معاذيره، تبريراته، شبهاته التي يزعم أنها حقائق وبراهين وليست كذلك، حتى وهو يصنع ذلك يعلم من نفسه الكذب ويعلم أنه مخالف، مدبر، معرض، خالف العقل، خالف الحكمة، خالف الفطرة. إذن الكافر من هذه الناحية نعم نفسه تلومه بهذا المعنى، الفطرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حينما بدأ الله السورة قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام؟ هذا الموضوع، هذه الشبهة، هذا هو الانحراف، هذه هي الدعوة،
قالوا من يحيي العظام وهي رميم، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يستحيلون أن يعيد الخالق الذي خلق الإنسان من أول الأمر، خلقه من عدم، يحيلون ويستبعدون أن يعيده كما كان على المثال الأول. كله هين بالنسبة لله، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في عرف ومقاييس الناس في الدنيا أن الاختراع الأول أصعب من النسخ التي تليه، فالنسخ التي تلي الاختراع الأول أسهل، لكن ذلك عند الله كله هين سبحانه وتعالى. لكن هذا من باب التنزل مع المكذب في المجادلة، وحتى يحاصر بالأدلة، وحتى تظهر عليه الأدلة. أيحسب الإنسان، أيحسب، إذن هو ظن، حسبان كاذب. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ لماذا قال الله أن لن نجمع عظامه؟ ما قال أن لن نربط أعصابه ولحمه؟ لأنه هو آخر شيء، آخر ما يبقى العظم، ثم يبدأ يتفتت إلا عجب الذنب، هذا أولا. ثانيا أنهم أيضا الذين كذبوا، جاء الوليد أحد صناديد الكفر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء وقد وجد عظما باليا ففته، عظم قد أرم، ففته بين أصابعه وقال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا بعد أن أرم؟ يظن أنه أتى بحجة دامغة، مسكين يعيش داخل المقاييس المادية، بل حتى المقاييس المادية تعارضه وتظهر عليه الحجة، لكنه يتوهم. فماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم ويدخلك الله النار، يعني نعم تعود يعيدك الله ويدخلك النار، ونعم كان أمات على الكفر، وهذا إعجاز. ما الذي أدرى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لن يؤمن وأنه من أهل النار؟ الله جل شأنه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ إذن جمع العظام هو أمر صعب بالنسبة لغير الله. كيف مات تبني أشياء؟ حتى لو استطعت أن تأتي وتقسي وتجمع وتربط وتنظم شيئا صورة مشكلة، أين الحياة؟ أين الروح؟ ثم هل ينتظم لك هذا الأمر؟ نجمع عظامه، نجمع عظامه أيضا حتى عند هذا الذي مات وتفرقت أعضاؤه في البحر أو طارت بها الريح، يجمعها الله جل شأنه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ألا نجمع عظامه؟ بلى، هذا رد، بلى رد على هذا الزعم الكاذب المنكر، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أن نسوي بنانه. البنان أطراف الأصابع، جاء في عامة تفاسير غالب تفاسير السلف يعني أن نجعلها كالخف، يد الإنسان مفرقة الأصابع، أن نسوي بنانه أن نجعلها مصمة كالخف، كخف البعير أو كحافر الدابة. وعلى أيضا يدخل تحت هذه اللفظة القرآنية أيضا دقة، وهذا قال به بعض السلف، دقة صنع بنان الإنسان أطراف أصابعه، وفيها من العجائب، وفيها ما يمكنه من الاحتراف وتشكيل الأشياء والقدرة على حمل الأشياء في الصنعة وما إلى ذلك. وأيضا لا زال الناس يكتشفون زمنا بعد زمن ما في هذا الإعجاز من أمر يذعن له العقل البشري، وهو ما جاء في هذه البصمة، هذه الخطوط المتعرجة الدائرية، البصمة التي لا يشترك فيها اثنان يعيشان في قرن واحد، لا يشترك. لذلك تعتمد البصمة في الأدلة الجنائية كما يقال. إذن المراد قادرين على أن نبعثه، وقادرين على أن نعيده، وقادرين على أن نجعل أصابعه كأصابع، يعني يده أن تكون بدل أن كانت مفرقة الأصابع أن تكون مجموعة. وهذا فيه نوع وعيد وتهديد، بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني السبب
أن الإنسان يريد يعني عنده إرادة أن يمضي يفجر أمامه يمضي قدما في باطله قد غطت عليه سكرة الشهوة، عنده عزيمة وعنده مضي عنده قصد سيء أن يمضي قدما. ومثل ما يعبر اليوم بالعبارات الدارجة العامية راكب راسه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني إذا قيل هذا إنسان ما يسمع الكلام ولا يذعن لقيمة ولا يذعن لشرع ولا يذعن لنظام ولا يسمع لأحد، راكب راسه، هذا حقيقة الإنسان الكافر. ما الذي يمضي إلى أين؟ يتبع من؟ يتبع الشيطان، والشيطان لا يقوده براية ظاهرة حسية وكلام مسموع في العادة، وإنما يقوده من خلال شهواته، يحركه من خلال شهواته. لذلك ذم الله الهوى كثيرا في القرآن، وذمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعمي ويصم. لذلك لابد الإنسان أن يخالف، يربي نفسه على مخالفة الهوى، إلا ما أباحه الله جل شأنه مما يحقق ويلبي شهوته التي أباحها الله، فإن فعل ذلك كانت قوة له، كان تعاطي هذه الشهوة قوة له، وكانت فيما أمر الله جل شأنه فكانت بركة عليه. أما إذا تعدى الحد فتكون بلاء عليه ومحقا للبركة، وتكون عذابا وسببا للذنوب والعياذ بالله، وتكون سببا لأن يجعله الله جل شأنه مع حزب الشيطان. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، مسكين هو في قبضة الشيطان ومع ذلك يجادل، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، مساكين. مثل هذا الذي يجادل اليوم نرى في كل زمن يجادل في الحقائق الشرعية اليقينية وفي الحقائق التي بنيت على أدلة من الكتاب والسنة، هو يأتي هكذا ويضرب، أو إنسان يكون في مجلس من المجالس ويخوضون في قضية شرعية، الأمر بالنسبة لها من خلال الأدلة من الكتاب والسنة محسوم، لكن هذا يقول والله أنا أرى كذا وأرى كذا ويا أخي هذا ما يصير، وهذا مسكين ما يعلم أنه في قبضة إبليس، أشار عليه إبليس فتحرك، دغدغ مشاعره إبليس فتحرك. إنما كان قول المؤمنين كالذين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا وطعنا، هذا ما يقول سمعنا وطعنا، يقول لا يا أخي ليش لماذا؟ فأفسد الشيطان مزاجه وأفسد الشيطان فكره حتى أصبح يرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا والعياذ بالله. انطمست أفئدتهم، طمست فطرهم، اختلت موازينهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هؤلاء ولا نزكي أنفسنا ونسأل الله العافية والسلامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الذي يتتوالى عليه المعصية والذنوب، كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعود القلب، حتى يعود على قلبين، قلب أسود قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف، هذا الشاهد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما هو ميزانه؟ الشهوة، الهوى، وليس الحق من الله جل شأنه، ليس الدليل، ليس قول الله جل شأنه، وإنما الهوى. إلا ما أشرب من هواه، يعني أصبح عبدا للهوى. أفرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه وأضله الله؟ إذن هناك من يتخذ الهوى الشهوة إله، الهوى الذي يهواه من الباطل. ولو سألته وقلت أنت تعبد الهوى، قال لا مسكين، أنت تفكر في تفكير الأصنام، أنت تظن كل شيء، ما درى المسكين يظن العبادة الأصنام هي عبادة صورة مجسمة، هذا نوع. لكن كل ما اتبعه الإنسان وأعرض عن الله جل شأنه واتبع هذا الأمر أصبح يعبده، نوع عبادة. نعم تتفاوت العبادة تتفاوت، لكن الذي شكل نفسه وشكل طريقه واتخذ طريقه دائما في متابعة هواه وإن خالف أمر الله جل شأنه، هذا عابد لهواه والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذن هناك من يتخذ الهوى إلها، عافانا الله وإياكم.
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. مسكين يجادل يقول ما في يوم قيامة، ما يستحيل، يحيل هذا ويستبعد هذا، أيان متى، ما يعني بصيغة الإنكار أيان يوم القيامة. انظر الجواب الله جل شأنه، الجواب فيه وعيد له وفيه تذكير بالحقيقة الكبرى التي سوف يواجهها. فإذا برق البصر، يعني هو يسأل الآن أنا وهو مكذب ما اكتفى بالبراهين والأدلة، يرى الأرض الميتة، ينزل الله الغيث المطر فيحييها ثم تموت ثم يحييها مرة أخرى، ما استدل بهذا على قدرة الله جل شأنه على البعث؟ وما الذي دعاه أن يكذب البعث؟ لماذا لم يذهب يسأل بعض أهل الكتاب إن كان يريد الحق؟ فإن لم يجد عندهم جوابا صحيحا، إن لم يجد عندهم جوابا صحيحا وكان صادقا يريد الحق هداه الله للحق، والله لا يظلم الناس شيئا. لكن متابعة الهوى تعمي وتصم، والهوى أيها الإخوة إما يكون هوى عصبية، عصبية الجنس واللون والعرق والبلد ونحو ذلك والقبيلة، أو العصبية التي تكون في مشتركة في جماعة واحدة، أو تكون من خلال تتبع الشهوات وما تهواه الأنفس من شهوات بهيمية. هناك شبهة، لكن صاحب الشبهة إذا كشفت له بإذن الله إن كان صادقا أيضا يهتدي. وكذلك من ضل بسبب شهوة فإنه إذا كان صادقا ورجع يريد الحق، ذهب يبحث الحق عن الحق، هداه الله جل شأنه. انظر كيف قال الله هنا في الجواب، لما قال يسأل أيان يوم القيامة، قال الله فإذا برق البصر، متى؟ عند الموت وعند قيام الساعة. فإذا برق البصر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يوم الإنسان المكذب هذا الذي يسأل يستحيل، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أخبرنا الله عن مقولة هذا المكذب هنا، يقول أيان يوم القيامة يذهب عن مفر، يبحث يركض يبحث عن مهرب، أين المفر؟ كلا كلمة ردع وزجر ونفي لمزاعم، هنا تأتي للزجر بمعنى أقوى، كلا لا وزر لا مهرب، إلى ربك يومئذ المستقر، هذا الذي كذبت به. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني كل شيء يظهر علانية، كل من العمل الصالح والعمل السيء، ما أخفي ما أعلن، كل شيء بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان مهما فجر ومهما كفر ومهما أسرف في الذنوب ومهما جادل بالباطل، فهو يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل، وهذه حقيقة أطلعنا الله عليها. بل الإنسان عموم كل الناس تتحقق فيهم هذه الصفة بحسب حالهم، لا تنظر إليه وهو في هياج وهو في صولة يتكلم كأن عنده البراهين، وما عنده براهين في قضية لا يدركها، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. إذن كذب لأنه لا يفقد القصد الصحيح، وما اهتدى إلى بالأدلة التي ظهرت، فهو الذي حرم نفسه، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، تكفي هذه الآية لو يواجه بها هؤلاء المبطلون كل بما يناسبه بالحكمة، لأنك ترسل رسالة الله وترسل خبر الله جل شأنه وترسل جواب الله للناس، ولا بد إذا وصلت إلى الإنسان، أي إنسان، إلى أي إنسان في أي مكان يعتقد أي ديانة، إذا وصل إليه هذا الوصف الإلهي الرباني الذي خلق فسوى وهو أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا وصلت إليه وقيل هذا كلام الله، لا شك أنها سوف تحرك ما خلق الله في داخله من فطرة، من بقايا فطرة، ولعلها تكون سببا لهدايته. أما من كتب الله عليه الشقوة ونحن لا نعلم، فهذا من حكمة الله أن يبقى شقيا أداة من أدوات الامتحان في الدنيا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين،
اللهم اجعل لنا في القرآن هدى وشفاء وعصمة وثقة وعلما وجبرا وتوفيقا ونصرا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.